الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Brother Abu Dharr, the Ruqya Services. I welcome you again in another video. I share with you today, inshallah ta'ala, this footage. It's part of the Ruqya I did on a patient. Very interesting in this clip. You will see how the patient, he seems calm, and then all of a sudden, the body language will be very aggressive according to the recitation I'm doing. I believe it is a shaitan that is possessing him, and I believe that there could be a jinn within his head, or it could be the jinn surrounding him, attacking him. I'll leave you with the footage. I think it's very indicative. Inshallah ta'ala, it will benefit some people to understand what happened when the patient does not lose conscious when we're doing the ruqya and he's not fully possessed. I'll leave you with the footage. Jazakumullah. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم والله 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 واسع عليم والله واسع عليم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم
والشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الله غفور حليم اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيطان رجيم اللهم نعوذ بك من شر كل شيطان رجيم اللهم نعوذ بك من شر كل شيطان رجيم اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيطان لئيم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها وإنك رجيم قال فاخرج منها وإنك رجيم قال فاخرج بإذن الله عز وجل leave this body by the name of Allah سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وننزل من القرآن ما هو شفاء 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 ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب إن يحضرون وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب إن يحضرون وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب إن يحضرون وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب إن يحضرون وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب إن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون patient like this, what will I advise person who's speaking as a Ruqya practitioner? I would say Salat, fasting, Surah Al-Baqarah, go to the masjid, make sure you pray Jama'ah, leave the major sin and leave the minor sin. And the most important, be patient upon the ibtila of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal does not give the person
more that they can take. May Allah subhanahu wa ta'ala makes it easy for you. And Jazakumullah khair for your support. Till the next video. Assalamu alaikum.